الدقيقة 82 من سيتقدم؟ رونالدو لفك اللعنة أم هي بالفعل ملعونة يا برتغالي؟ رونالدو يتقدم للرد على ميسي، تمشي الكرة ويتعادل. جول للريال مدريد، جول للريال مدريد. لقد هرمنا، لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. يقول عشاق مدريد هكذا قالت المدريديزم، هكذا قال كل عاشق للريال، هكذا تغنى كل محب لمدريد. لقد هرمنا وهرمنا من أجل هذا الجول التاريخي. كريستيانو رونالدو واحد الريال واحد البرشلونة. شوف الكرة مشيت الجلاد اتحطت إجابة لميسي. ميسي جول ورونالدو جول والبرسا والريال متعادلان. يرجع بالكرة بيبي، بيبي كرة تمشي مارسيلو، مارسيلو مازال الوقت لاصطياد هدف من هذا الجانب أو ذاك، لكن الأرجح 70% نشوف حركة الترجيح. الهدف مازال قائم والكرة خطيرة والرأسية والهدف الأول. الهدف مازال قائم، 1-0 للدار، 1-0 للمجنون، 1-0 للمروع للرهيب للمهول، 1-0 لكريستيانو رونالدو. جول 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 للريال مدريد، 1-0 للمرينجي. أخيرا اهتزت الشباك في نهائي كوبا ديل ري عن طريق كريستيانو رونالدو. 1-0 للريال في اخر دقائق الوقت الاضافي الاول. شوف الصنعه بتاع بيبي، شوف الخرجه بتاع ميسي، شوف اللمسه بتاع مارسيلو. يطلع بالكوره للخيل دي ماريا وندوس، ارجنتيني برازيلي يصل الكوره. اولها حكايه، نهايات راسيه يا معلم، كانك جارد ميلر يا معلم، كانك هوجو سانشيز، كانك ضربات الكبار روبيش. يضرب الكوره على طريقه التريزيجول وحط الكوره بلعب فان نيستلروي. 1-0 للريال مدريد في الدقيقه 114. هاو الراس، هاو الراس، والهدف اللي يجيب الكاس ويعمر الراس عن طريق كريستيانو السيد رونالدو. الان مثلا بكره مسعود اوزيل، الضربه الركنيه الاولى لمصلحه الريال. مسعود اوزيل ينقلها الى الامام، تحولت وتهيأت ولا زالت ايضا خطيره، ارضيه تلحق بالجول. جول ريال مدريد والرد السريع، ريال مدريد والرد السريع مباشرة، الكرة في الجول، وبالتالي كريستيانو رونالدو يحضر في هذه المباراة. هم يتبارون، ميسي كريستيانو رونالدو يتبارون في التسجيل وفي صناعة الأهداف، لكن شوف شنو اللي جرى وشنو اللي صار في هذه اللقطة. اللعبة أرضية، يا سلام يا سلام على اللقطة في كل كلاسيكو. نشوف لعبة وألعاب جميلة رائعة من كريستيانو رونالدو، ورونالدو إذا يسجل هدف التعادل لمصلحة الريال. لاحظ مرة أخرى، حلوة اللقطة، حلوة اللقطة، اللعبت وعبرت وكانت في مرمى فيكتور فالديز، وبالتالي 1-1 في مدريد. مين يلعب؟ ولكن لننتظر، لننتظر متعة الكلاسيكو. ما زلنا في البدايات، فابريغاس لينهي الهجمة، والخواتيم في كرة بنزيما، بنزيما يعكس الاتاك، الكونتر اتاك، يمشي رونالدو خطيرة، هذه تخوف، هذه تخوف، هذه تطمع الأبيض، كرة من رونالدو، رونالدو يسدد الجول. قلت لك تخوف، قلت لك ترعب، قلت لك تقتل، قلت لك تدوخ، قلت لك ضربة بالكاو، كريستيانو رونالدو، جول للريال مدريد. 1-0 للمرينجي، مش ممكن على كرة، مش ممكن على بنزيما. يخرج رونالدو كالصاروخ، مادايرة تحضر مع كريستيانو، ورونالدو بالجرينتا يسجل الأهداف. آه يا بينتو، آه يا البينتو. 1-0، أي رياكشن يا ميسي، أي انتظارات أيضا يا فابري. شوف الكرة وشوف الكونتر، قلت لك خطيرة وتخوف، قلت لك كرة تطمع فيها، يطمع فيها الأبيض ويحطها في الشبكة. رونالدو يبعد على جير الجول. 1-0 للريال. هذه الكرة هنا، الباس هنا، الاكسلريشن، ثم يضرب الكرة في مقتل رونالدو بعد لحظات من قولي أن الشعب يريد كريستيانو مثل ميسي. الدون البرتغالي، الصاروخ متاع مادايرا يفتح باب التسجيل. هنا كانوا بن جونسون، ولو بن جونسون كان مضروب كان بالمنشطات. هذا كارلويس بن الريح يدخل يضرب ويسدد جول. 1 ريال مدريد، لا شيء برشلونة. ميسي يسترجع العارين في كأس ربيت الأبطال وفي الدوري الإسباني. مسعود أوزيل يعطي كرة مبتسل كريستيانو رونالدو، يراوغ ويسدد،
جول. فعل البرتغالي يتلاعب في الدفاع الكتالوني، يراوغ الحارس بينتو ويعود بالريال، يعود بالريال على طريقة الأبطال. كرة رائعة من عازف الليل مسعود أوزيل، مراوغة تمويه من كريستيانو رونالدو، والكرة في الشباك الكتالونية. لقطة فنية برتغالية من أعلى طراز، من أجمل أقدام هذه المرة للاعب عالم يؤكد كل القيمة للمرة الثانية متتالية يزور الشباك الكتالونية. هل سيكون نفس السيناريو والعادة أم أن المدريد محضر مليح؟ بيمشي كرة ممتازة خطيرة، يهرب الفرصة والكرة والثاني، الهدف الثاني للملوك. أمان ربي أمان. أو نسيت، عفوا هجوين، يمكن يكون واحد من اللاعبين القادمين في تشكيلة مورينيو في الشوط الثاني. ضربة ركنية للاعب، جول جول كريستيانو رونالدو، يولع الكلاسيكو ويسجل الهدف الأول. الكرة الرأسية من الضربة الركنية مباشرة، كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد، السابع في مرمى فيكتور فالديز في الكلاسيكو رقم 14. يتمكن الفتى البرتغالي الكبير، شوف بعيدا عن الرقابة، ما في رقابة على الإطلاق، ما في رقابة على الإطلاق. حط الكرة، حط ما بين ماسكيرانو وما بين اعتقد بيدرو ولا بيكي. على العموم بمراعة، لاحظ معاي اللاعب العائد طويل القامة اللي اعتمد عليه البرشا في تغطية هذه الكرة، اللي هو سيرخيو بوسكيتس، كان ملاصق لكريستيانو رونالدو، ولكن فلت منه. يعني تقدم كريستيانو رونالدو على اساس انه هو يدخل بقوة تشافي، والكرة تبقى من تشافي، يرجع بالكرة مرة أخرى، كرة لأوزيل، الصراع قوي، الله على الجرينتا، ملا كرة وملا فنيات، وانطلاقة المرتدات، محاهالو، شالهالو، من الحارس يقرب، والكرة لرونالدو، يسدد الهدف الثاني، الهدف الثاني من المهول، من المرعب، من القناص، من قاتل الحراس كريستيانو رونالدو. جول 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 ريال مدريد. الهدف الثاني. وماذا يحدث في دفاعات بلاوغرانا؟ ماذا يحدث في 18 دقيقة؟ أي دفاع؟ عن أي دفاع نتكلم؟ وبأي طريقة نفسر؟ مش ممكن. كرة العمق، الكروس لونج، جيرار بيكي بطيء جدا، ماسكيرانو متأخر جدا، والضربة والسد والتسديد في مرمى فالديز الهدف الثاني. شوف كيف شلاله نحاله حتى قدامه، الصاروخ بتاع ماديرا، يسجل ثامن أهدافه في الكلاسيكو، وهدف جديد هو الثالث ليه في السوبر كوبا. الهدف الثاني للمدريد، وكريستيانو رونالدو يقول الكبرياء الأبيض يظهر في المواقيت الصعبة عند مواعيد الرجال. هدف راموس، مارتشيلو، رونالدو لم يتحرك كما يجب إلى حد الآن. تشابي ألونزو، أنخيل دي ماريا لمسعود أوزيل، هذه الكرة الأخيرة، أوزيل دي ماريا، وكرة لمارتشيلو في التمعيد، سامخ ذراع، ومنظومة مدريدية كريم لرونالدو، يصاب، جول 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 رونالدو 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 رونالدو. مشاهدينا الكرام، يطير كطائرة التورنادو ويأتي الأسبقية المدريدية على الأراضي الكتالونية. هات الصورة، شوف الكرة، كرة مليمترية من خطيرة لكريم بنزيما، ورونالدو ليس في موضع المتسلل، يسارية لنجم الكرة البرتغالية في الدفاعات الكتالونية. ريال مدريد مشاهدينا الكرام يأخذ أجمل أسبقية في هذه الأمسية الكروية. ريال مدريد بالأسبقية الملكية في الأراضي الكتالونية. مدريدي متحدي، يشعل النار بنجومه الكبار في هذا المشوار. 1-0 للريال، العقد للريال بعد راول غونزاليس بلانكو 741 ماتش، بعد كذلك مانويل سانشيز 710 مباريات، وكارلوس سانتيانا 643 ماتش. ممتاز الكرة، جول جول
دمرهم نجم الكرة البرتغالية. يا سادة وهدف رونالدو كالعادة. رونالدو 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 يطير كالتورنادو. رونالدو الفتاك من جديد يمزق الشباك. رونالدو الذي يلسع منافسيه كالنحلة الليلة يمتع ويلعب أحلى وأحلى. التعادل مشاهدين متابعينا، مباراة تاريخية بين ميسي ورونالدو. ليس هنالك تسلل. أدريانو بعدم التخصص في دفاع الخط يقضي على أحلام الدفاع الكتالوني. هات فنونك يا رونالدو، اكشف جنونك، هذا الفن عليك يجنن يا برتغالي يا متحدي. هدفان لهدفين،